مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، رسالة جديدة ويوم جديد وكواليس بعثة فريق النادي الأهلي وتغطية خاصة على شاشة قناة النادي الأهلي. الأهلي وفاق ستيف الجزائري في مباراة الإياب من بطولة دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله يوم الثلاثاء في الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر، 9 مساء بتوقيت القاهرة. تكون هذه المباراة من نصيب النادي الأهلي كالعادة. طبعا بنضع كل جمهور النادي الأهلي ومشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان كل الأمور الخاصة بفريق النادي الأهلي، الأخبار، الكواليس، كل الأمور طبعا اللي أكيد بينتظرها كل جمهور النادي الأهلي. بدأت رحلة الجزائر في الساعة 9 صباحا في مطار القاهرة، استغرقت الرحلة بالطيران 4 ساعات أو 4 ساعات و10 دقائق، ومن بعدها طبعا مباشرة يمكن حافلة طبعا نقلت بعثة الإعلامية للنادي الأهلي ولاعيبي النادي الأهلي والجهاز الفني إلى مدينة ستيف أو ولاية ستيف اللي هتستقبل مباراة النادي الأهلي وفاق ستيف الجزائري. رحلة ستيف استغرقت 3 ساعات ونص، بشكل عام الرحلة كلها يمكن من 7 ساعات ونص إلى 8 ساعات، رحلة يمكن طويلة شوية، لكن بشكل عام كل الأمور الخاصة هنا بتوفير كل سبل الراحة. في البداية حابين نشيد بالأمن الجزائري على كل الأمور الخاصة بالاهتمام منذ البداية، شايفين تأمين على أعلى مستوى، وإن شاء الله بنتمنى بإذن الله يوم المباراة يكون التأمين أزيد من كده كمان. كعادة طبعا معالي الوزير العامر فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة كان في تجديدات كثيرة جدا اللي سافرنا هنا في الجزائر، وأيضا كمان القنصل على تأمين بعثة النادي الأهلي بشكل كبير. يمكن كان في مباريات لفريق وفاق ستيف سواء أمام شبيبة القبائل أمام أولمبيك الميديا كان فيها بعض المناوشات للجمهورين، فأكيد بشكل عام في حرص كبير جدا على فريق النادي الأهلي أن يكون التركيز فقط داخل المستطيل الأخضر، وكل الأمور التي تخص طبعا الإدارة والجهاز الإداري لفريق النادي الأهلي تخص الكابتن محمد يوسف طبعا القائم بأعمال مدير الكرة، كل الأمور دي إن شاء الله بإذن الله تكون مهيئة، وبالفعل حتى هذه اللحظة الأمور مهيئة لفريق النادي الأهلي إن شاء الله أن احنا نصعد من هنا في الجزائر للمباراة النهائية. كالعادة طبعا بنحط جمهور النادي الأهلي في كل الأخبار والكواليس الخاصة بفريق النادي الأهلي. بعثة النادي الأهلي تضم 20 لاعب على رأسهم الشناوي وعلي لطفي وسعد سمير وسليف كولوبالي، احمد فتحي وايمن اشرف ومحمد هاني وصابر رحيل، عمرو السليه، حسام عاشور، هشام محمد وكريم ندفد، ميدو جابر واحمد حمدي واسلام محارب واحمد حمودي، وليد سليمان، صلاح محسن ووليد ازارو ومروان محسن. غيابات كالعاده في صفوف فريق النادي الاهلي، لكن نظرا طبعا للغيابات خلال المباريات الماضيه لا نقدر نقول ان في عوده اكثر من لاعب في هذه المباراه على رسوم السليه، حسام عاشور، احمد فتحي، ميدو جابر، لعيبه كتير جدا يمكن غابت عن المباريات خلال الفتره الماضيه. عندنا ثقه كبيره ان شاء الله في مستر باتريس أن يكون موفق في اختيار التشكيلة التي يخوض بها هذه المباراة. عايزين كمان نأكد على نقطة مهمة جدا وهي اللاعب أحمد فتحي، واحد بحجم أحمد فتحي طبعا أكيد كل جمهور النادي الأهلي منتظر يشوف الإصابة اللي يمكن لحقت بأحمد فتحي في التدريب الأخير، كدمة في الركبة يمكن في خلف الركبة هي كان فيها بعض التورم شوية، لكن من سؤال الطبيب النادي الأهلي خالد محمود أكد لنا إن شاء الله خلال اليومين دول يكون أحمد فتحي جاهز لهذه المباراة. أحمد فتحي من العناصر المميزة والرئيسية، وأكيد بنتمنى لكل الفريق كل اللعيبة اللي هتشارك إن شاء الله بإذن الله تكون كالعادة على قدر المسؤوليه باذن الله، وباذن الله عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللعيبه ان احنا نصعد من هنا الى المباراه النهائيه، وايضا كمان حلم كبير وهو الوصول لكاس العالم بينتظره كل جمهور النادي الاهلي. كعادتنا طبعا هنكون مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه، وانا الخاص لكواليس بعثه فريق النادي الاهلي هنا في الجزائر. يعني ينضم لي الكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم اعمال مدير الكره، موفقين ان شاء الله يا كابتن يوسف، ان شاء الله تكون المباراه من نصيب للنادي الاهلي. في جهد وفي قراءه وفي دراسه للمباراه، مباريات الفريق المنافس، لكن بشكل عام حطينا في اجواء السفريه، البعثه، الوصول، بشكل عام عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي. كابتن يوسف اهلا بك يا كريم، واهلا بكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله وصلنا حوالي ساعتين، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا نريح اللعيبه. اي نعم مش الراحه الكامله، لكن كان مهم جدا مستر كارترون كان حريص ان هو يعمل تدريبه خفيفه يفك فيها التكتيفه زي ما بنقول بتاعت القعده بتاعت الطياره والاتوبيس وكده والسفر اللي هم الـ4 ساعات والـ3 ساعات ونص بتاع الباص، لكن الحمد لله قدرنا عملنا تمرينه كويسه خفيفه، والحمد لله لسه راجعين اهو، اللعيبه يعني هتجهز ان شاء الله عشان العشاء،
يمكن أجلنا المحاضرة بتاعت النهاردة عشان لعيبة تريح، لأن كنا مسافرين من الصبح بدري يوم طويل. فنتمنى إن شاء الله إن احنا بكرة بقى نبقى هيبقى مليء بالأحداث بالنسبة لتجهيز اللعيبة وبالنسبة للمحاضرات والتعليمات الأخيرة عشان يوم المباراة إن شاء الله. نتكلم على الجانب النفسي وبنتأكد عليه أكتر من مرة كابتن يوسف معاكم مع المستر باتريس، لكن جلسة كابتن محمود الخطيب الأخيرة مع الفريق في القاهرة بتشوفها إزاي؟ الكلمات إزاي واللعيبة استقبلتها إزاي كابتن؟ طبعا كابتن محمود حريص واتصل بيا وكان عارف البرنامج، قلت له ان احنا عندنا غدا بعد التدريب، فكان حريص ان هو قال لي هتواجد مع اللاعبين عشان اسلم عليهم واسلم على الجهاز، فكان موجود. ودي عاده الكابتن محمود، دايما قريب من الفريق ودايما بيحب ان هو يعني يطمن على الفريق، وبيحب كمان يحسس الجهاز واللاعبين ان هو متابع الفريق، فكان موجود. وقعده كانت جميله واللعيبه كمان بتتبسط جدا لما بتقعد مع الكابتن، فالحمد لله. يعني يمكن هو يعني نتيجه ظروف بعض الالام اللي بيمر بيها بالنسبه لظهره، لكن حريص دائما ان هو يبقى على اتصال وتواصل معانا. ملعب الترتان يمكن اول تدريبه النهارده، وفي تدريبه غدا كمان هتكون التدريبه الرئيسيه، لكن بشكل عام يعني اللعيبه دست على الملعب، الاجواء بتاعه الملعب، المدرجات، يعني برضو اللي بشوف الملعب ازاي كابتن يوسف؟ لا انا شايف الملعب عادي خالص والملعب جيد جدا، واحنا مش عايزين ندي الموضوع اكبر من حجمه. احنا عندنا هدف، الهدف هو الوصول للمباراه النهائيه، ودايما انت عشان توصل اكيد بتقابل صعوبات، ما فيش حاجه سهله، ده بطوله وبطوله كبيره في افريقيا وبطوله القاره الاولى، فلازم هتواجه صعوبات. الصعوبات دي متمثله ممكن في ملعب مش كويس، مطر، ظروف مناخيه مختلفه، ظروف جماهيريه مختلفه، طيران صعب، الحاجات دي كلها احنا متعودين عليها في افريقيا، مش عايز اتكلم عليها. احنا عندنا هدف واحد، مركزين مباراه من 90 دقيقه، ايا كان بقى هنلعب في الملعب الترتان، هنلعب في ملعب نجيل طبيعي، هنلعب في اي ارض، احنا عندنا هدف، الهدف ده مركزين له. ان شاء الله كمان اللعيبه مركزه وكل المنظومه والبعثه على اساس ان احنا ان شاء الله نرجع متاهلين، ونتمنى التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنجتهد وبنبذل اقصى ما في سعينا، لكن في النهايه ان شاء الله المكتوب هنشوفه. يعني مش هطول عليك، لكن في اكتر من لعيب رجع بالنسبه لعديم الاصابه، لكن عايز اخص احمد فتحي وصلاح محسن. يمكن صلاح عرفنا انه عنده بعض البرد شويه، احمد فتحي كدمه الركبه ان شاء الله يكونوا باذن الله جاهزين، لكن عايزين نطمن عليهم من خلالك كابتن. الحمد لله احنا ال 20 لاعب معانا كويسين وكلهم يعني سلام الحمد لله، ما فيش اي حد بيعاني، بس انا عايز برضه افهم المشاهدين والناس اللي بتتابع والجمهور، لعيب الكوره دايما ما بيبقاش سليم 100%، يعني كلنا على مدار السنين اللي بنلعب فيها كوره، مش ممكن او وقت نادر جدا اللي انت بتبقى سليم ما فيكش حاجه، اكيد بيبقى يا اما مش عارف عضله وجعاني، يا اما واخد كدمه في رجلي، يا اما مش عارف انكر رجلي بيوجعني، يا اما عندي ايه. يعني لعيب الكوره دايما بيبقى فيه حاجه، ده نتيجه المجهود اللي بيبذلوه، نتيجه طبيعه حتى اللعبه بتاعتنا يعني. لكن الحمد لله ما عندناش اصابات يعني تمنع عدم اشتراك حد، ونتمنى ان شاء الله التوفيق الفضل في المباراه ان شاء الله. رساله لكل اللعيبه ان شاء الله يكونوا موفقين يا كابتن يوسف في المباراه. كابتن محمد يوسف ممكن يقول لكل لعيبه النادي الاهلي بالمباراه دي؟ يعني انا طبعا اهم حاجه ان اتكلمنا معاهم وهنتكلم برضو ان احنا نكون هاديين، مهم جدا ان احنا نكون مركزين، والتركيز ده تركيز بهدوء، لازم ان احنا ما يبقاش فيه تفاعل او انفعالات، مهم جدا الالتزام بتعليمات الجهاز ومستر كارترون، دي مهمه جدا، لان مستر كارترون بيبقى عنده خطوط ونقط كده بيحطها والجهاز بياكد عليها مع اللاعبين، فلازم ان هم يبقوا ملتزمين بيها، دي مهمه جدا. النقطه كمان ان احنا يبقى عندنا المفهوم، ودي برضو اتكلمنا مع اللعيبه فيها، ان عندنا مفهوم احنا مش جايين، احنا جايين عشان نجيب جون، جايين عشان نهاجم، فدي برضو من الحاجات اللي بناكد عليها. نتمنى ان شاء الله نكون موفقين. المباريات دي مباريات بالتوفيق بيلعب فيها دور كبير، فرقتين مستعدين، احنا بنحترم فريق وفاق احترام كامل وكبير جدا، في النهايه نتمنى ان شاء الله نكون موفقين ان شاء الله. هروح هذه.
فريقتي فرقه كبيره وطبعا جماهيرها وراها وبتساندها بتقف جنبها. وطبعا الماتش بالنسبه لنا مش سهل، احنا عارفين هتبقى في مشاكل هتقابلنا في المباراه واحنا متاهلين لده. احنا جايين بتواضع كبير وفي نفس الوقت عندنا طموح وحماس ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه ونوصل للمباراه النهائيه. انا يعني استغلنا فتره التوقف الفتره اللي فاتت ان احنا نشتغل على اللعيبه والحمد لله عدناهم بدنيا كويسين وكلهم جاهزين للمباراه. يمكن علي معلول بس اللي عنده اصابه هتطول شويه فمش هيكون موجود، ولحسن الحظ اللعيبه الدوليين اللي راحوا شاركوا مع منتخباتهم سواء مصر او المنتخبات الثانيه عملوا نتائج ايجابيه ورجعوا بدنيا فايقين وجاهزين للمباراه. والسؤال يا ترى عشان هتلعب مباراه مع سطيف على حشيش صناعي وانت بتعود تلعب على حشيش طبيعي هتبقى هتمثل عائق بالنسبه لفرقتك؟ فقال لا بالعكس، انا شفت الملعب وملعب حالته كويسه، بالعكس هنلعب كوره كويسه عليها ومش هيبقى في فرق بين الملعب ده والملعب الطبيعي اللي احنا بنلعب عليه. يعني طبعا الحاجات اللي بنتفق عليها قبل المباراه بتتغير خلال المباراه وخلال سير الماتش، بس احنا فرقه الاهلي مش من الفرقه اللي بتيجي عشان تدافع. يعني دي مش سياستنا ومش طريقه لعبنا. اكيد بنفكر نعمل نتيجه ايجابيه وندافع عن فرصنا قدام فرقه كبيره زي فرقه سطيف ونطلع بالتاهل ونحقق نتيجه ايجابيه، فاحنا مش جايين هنا عشان ندافع. مباراة ستكون صعبة جدا بالنسبة للفريقين، بالنسبة لوفاق سطيف وبالنسبة للأهلي المصري. مباراة العودة ستلعب على جزئيات صغيرة، خاصة أن الوفاق سيكون تحت ضغط النتيجة بما أنه متأخر بنتيجة هدفين مقابل صفر في مباراة الذهاب. هنا في سطيف كل شيء سيلعب نقول في الشوط الأول، لأنه في حال ما سجل الوفاق في الشوط الأول ستكون معطيات أخرى ينقص الضغط على لاعبي الوفاق. في حال عجز الوفاق عن التسجيل في الشوط الأول ستكون معطيات ويكون ضغط آخر في الشوط الثاني. الوفاق يبحث عن إسبقية تسجيل الهدف الأول ثم الثاني، لأن المباراة في حال ما تعادلت ستذهب إلى ركلة الترجيح. هناك يكون كلام آخر، وإن كانت الثلاثية والريمونتادا إن صح هذا التعبير، فالوفاق متعود على مثل هذه المنافسات الكبيرة، خاصة وأن لعب الوفاق في هذه في الأونة الأخيرة أصبحوا يتحملون ضغط المباريات الكبيرة. والوفاق تعود على هذه المنافسة لأنه يطمح للتأهل إلى النهائي الثالث في تاريخه. بالمقابل الأهلي المصري هو في سطيف ويدري جيدا ما يعمل، خاصة وأنه بأريحية مقارنة بوفاق سطيف. فيما يخص الجمهور، الجمهور سيكون غدا يعني بكثرة لأنه كل المعطيات تتحدث هنا في سطيف للتنقل إلى الملعب لإعطاء الدعم وأن يكون اللاعب رقم 12 في التشكيلة الصيفية. لحديث في الشارع الرياضي، نعم حضور يعني الملعب سيكون مقتطع عن اخره، والملعب لانه ستطرح التذاكر غدا بحول الله، التذاكر ستباع يعني في كرمح البصر، لانه الاصداء في الشارع الرياضي الصيفي كلها عن مباراه الاهلي المصري. الكل يعلم انه هذا هو الوقت بالذات الذي يكون فيها الجمهور الصيفي خلف لاعبي الوفاق الصيف، ولاعبي الوفاق يدركون انهم بحاجه الى دعم الفريق، فقط الجمهور مطالب بالدعم حتى اخر دقيقه، لانه في كره القدم تلعب حتى صافرة النهاية. كما تعلم المقابلة لن تكون مقابلة سهلة على الطرفين، حتى وإن كان الأهلي متفوق في النتيجة بهدفين، لأن المعطيات التي كانت في مقابلة الذهاب ليست نفسها التي ستكون في لقاء العودة. بالنسبة للوفاق تحضيراته كانت في المستوى، هذه المرة كانت أكثر هدوء وأكثر راحة بالنسبة للاعبين، يعني بعد راحة عدة لاعبين في مقابلة الدوري خلافا لما كان عليه الحال في لقاء الذهاب، أين شارك أغلبية لاعبي الوفاق في مقابلة الشبيبة قبل التنقل إلى مصر. بالنسبة لوضعية التعداد كما تفضل المدرب المغربي رشيد الطاوسي في الندوة الصحفية صباحة اليوم، قال بأنه كل التعداد جاهز ومستوى حتى المستوى البدني يعني نسبة الجاهزية 100% بالنسبة لكل العناصر، هذا يمنحه خيارات ربما أفضل مما كان عليه الحال في مقابلة الذهاب. توقعات بالنسبة للمقابلة، هذا مستبعد جدا انك تتوقع ما كيف سيكون سيناريو هذه المواجهه، يعني لا يمكن حتى ان نتوقع كيف سيلعب نادي الاهلي المصري، لان يعني النادي الاهلي المصري صحيح متفوق بنتيجه بهدفين، ولكن لان نتوقع بان الاهلي سيركن للخلف او سيلعب بخطه دفاعيه هذا امر مستبعد، حتى ولو كانت النتيجه يعني 2-0 تؤهله بارتياح. تتوقع ان نتوقع بان الوفاق راح سيدخل مندفعا للهجوم، هذا امر ايضا يمكن حتى استبعاده، حتى ولو كان الوفاق يبحث عن نتيجة 2-0 لمعادلة النتيجة قبل البحث عن هدف تأهل أو ركلة ترجيح قاتلة للتأهل.
لانه بوجب التحفظ سيكون مطروحا بالنسبه لكارتيرون وبالنسبه للمدرب رشيد الطوسي ايضا. عموما المقابله اكيد سيكون مستواها مستوى عالي وتكون برتم مرتفع جدا، لانه الوفاق سيبحث عن لعب الكل في كل من اجل اقطاع تاشيره التاهل، وان كانت مهمه في مقابل تفاؤل الجميع بان الوفاق قادر على ان يكون في النهائي. هناك دائما واجب التحفظ والعقل العلمي الذي يفرض بان المهمه ستكون صعبه جدا بالنسبه لوفاق ستيف. النادي الاهلي حقق قدم ونصف دور نهائي بعد الفوز المحقق في القاهره بهدفين دون مقابل، لكن حظوظ وفاق ستيف لا تزال موجوده. نادي عنده طموح كبير، خاصه انه كان شبه مقصى من هذه الدوره، قدر يعاود يرجع في المنافسه هذه ويلحق الدور نصف نهائي. نقدر نقولوا حظوظ لا تزال متقاسمه بين الفريقين، مباراه راح تكون صعبه وصعبه جدا. نقدر نقولوا مباراه الغد راح يسودها تركيز كبير، حماس كبير. انا نقول تأهل وفاق ستيف راح يكون حضور كبير وكبير جدا غدا، لان وفاق ستيف يلعب كل حظوظه من اجل التأهل الى دور النهائي. راح يكون حضور كبير جدا، راح يشكل ضغط كبير للنادي الاهلي طبعا، لان نعرفوا حماس تاع الجمهور الجزائري والجمهور خاصه وفاق ستيف. جمهور وفاق ستيف اللي معتاد بهذا المباريات كما هذوما اليوم، راح يكون حماس كبير غدا.
مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. اجواء هنا فيها تركيز شديد في سطيف بالجزائر قبل مباراه الاهلي وفاق سطيف. مباراه الاياب ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي حاله من التركيز الشديده جدا فريضه للجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون. ايضا كمان مع الوزير العام فاروق رئيس البعثه كافه الترتيبات الخاصه بفريق النادي الاهلي يمكن على قدم وساق عادل. طبعا مع الوزير لما يكون متواجد كرئيس البعثه في المباريات كان في تونس في البعثه الامور كانت ماشيه بشكل رائع. وايضا كمان الجزائر هنا يمكن فيها امور بتبقى محتاجه ترتيب كبير جدا هنا مع الجانب الاداري والسفاره والامور الخاصه دي. الحمد لله الامور ماشيه بشكل مميز ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي. يسعدني بنضم لي كمان في هذه اللحظات مع الوزير العام فاروق رئيس البعثه ونائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عمرو بيه. طبعا في البدايه برحب بيك موفقين ان شاء الله. بالنسبه للمباراه الاول عايز اقول يمكن سعد سمير ابدا معاك بيه. يمكن فريده سعد سمير واحد من اللاعبين المميزين على خلق رفيع جدا. حابب تقول له ايه في البدايه؟ حابب اقول له مبروك وربنا يبارك لك في بنوتك الجديده ويسعدك بيها وتشوفها احسن واحده في الدنيا. ودايما رجاله النادي الاهلي بتتحمل المسؤوليه. يمكن هي اول طفله بالنسبه له ورغم ده كله الحقيقه يمكن هو كان من اول المنضمين لبعثه النادي الاهلي. ورغم ان الظروف انه كان يعلم ان زوجته يعني ربنا هيرزقها ببنوته رغم ده كله جه ودي رجاله النادي الاهلي في التوقيت. فبقول له الف الف مبروك واسعدتنا ومبسوطين ان انت مبسوط. عايز اروح معاك بقى للمباراه. الاجواء هنا يمكن ماشيه زي ما بنقول بشكل مميز في تنظيم وفي ترتيب. همنا الاول والاخير ان اللعيبه تركز في المستطيل الاخضر فقط لا غير وده اللي بيتم عامل بيه. عايز اتكلم على الوصول البعثه الرحله حطينا في الاجواء وكيف ترى الوصول ولعيبه النادي الاهلي ومدى حاله التركيز الشديده اللي احنا شايفينها في معسكر فريق النادي. يمكن الحقيقه بوضوح الحقيقه البعثه بمجرد ما وصلت الحقيقه كان في ترتيب كامل لعمليه التنظيم. الاستقبال كان طيب الحقيقه من الجانب الجزائري عشان تبقى الامور برضو واضحه. بنشكرهم جدا الحقيقه على الاستقبال المميز. التامين بتاع البعثه الحقيقه كان على قدر كبير جدا من الاهتمام. يمكن احنا النهارده بنتكلم واحنا لسه راجعين من التمرين الرئيسيه بتاعتنا. الامن الحقيقه ملازم بشكل قوي جدا للفندق للبعثه سواء بتتحرك يمين شمال. يمكن برضو منعين اي نوع من انواع الازعاج حوالين الفندق اي سيارات اي كلاكسات اي كلام ده كله. وده الحقيقه بامانه يعني شكر وشكر كبير جدا للجانب الجزائري. وده الطبيعي اللي المفروض يتم ما بين دوله الجزائر وما بين مصر دولتين مهمين جدا ودولتين عربيتين. كمان هم بيردوا الاستقبال بتاع النادي الاهلي اللي كان على مستوى كبير جدا وقدر كبير جدا من التقدير. وهم نفسهم اشادوا الحقيقه. يمكن احنا لما بنشكرهم بيقولوا لنا انتوا استقبلتونا افضل استقبال وبالتالي احنا بنرد بنفس الطريقه. فانت عارف طبعا دايما النادي الاهلي الحقيقه الحمد لله في الحته دي مميز جدا. فنعمه من عند ربنا. التنسيق كان كويس الترتيب كويس حاله الانضباط الحمد لله. احنا مركزين عاملين حاله هدوء استقرار في البعثه وده الطبيعي برضو بتاع النادي الاهلي. يمكن تلاقي ان انا الحمد لله بنزل اول واحد ويمكن بقف حتى لحد اللعيبه ما تنزل من الاتوبيس وتخش الاوتيل وده افضل واقف عايز انقل لهم صوره حاله الانضباط اللي احنا المفروض نبقى موجودين فيها. انا موجود هنا في خدمتهم مش موجود كنائب رئيس نادي بس. موجود عشان اخدمهم موجود عشان راحتهم موجود عشان هم يركزوا موجود عشان ازيل اي مشكله او اي حاجه من غير ما نسبب اي نوع من انواع القلق للبعثه. الشكل العام طيب ربنا يكرم ان شاء الله ويوفقنا باذن الله باقي دورنا ان شاء الله في المستطيل الاخضر وتوفيق ربنا وده ان شاء الله الاساس. يمكن الجو بس ساقعه شويه وبرد وكان برده مفاجئ ما كناش متوقعين الساقعه العنيفه دي الحقيقه بالشكل دوت. يمكن البرد جامد وشايف يمكن شويه سحب كده مش عارفين بقى هل هيبقى في فرصه بكره الامطار ولا لا. انا اتمنى لا انما في جميع الحالات هو ده كوره وطبيعي بيحصل دوت وطبيعي البرد احسن من الرطوبه العاليه والحاجات دي يعني متعودين عليها. فان شاء الله باذن الله يكون بكره خير كده لجماهير النادي الاهلي. نرجو بس الدعاء لينا بالتوفيق لانه تظل في الاخر هي مباراه كره قدم عندنا فرصه طيبه. حابين نستعيد بطوله افريقيا ان شاء الله بمشيئه الله باذن الله. يمكن كان في لقاء مع الكابتن حسام عاشور يمكن انا قعدت معاه بشكل شخصي ككابتن فريق ونقلت له صورة الاهتمام النادي الاهلي والدور اللي مطلوب منه الحقيقة وانه ازاي ينقله لعيبته بشكل ده ان احنا في مأمورية بمفهوم مأمورية
مأمورية لاستعادة بطولة أفريقيا واستعادة كأس أفريقيا، ومأمورية لإسعاد جماهير النادي الأهلي الكبيرة اللي دايما واقفة ورانا الحقيقة، وهو الحقيقة على قدر كبير جدا من المسؤولية. كابتن حسام الحقيقة رجل دايما الحقيقة مجتهد لصالح النادي الأهلي، وهو المفروض هيبقى فيه لقاء مع اللعيبة النهاردة كمان بعد المحاضرة في أوضته، هيجمعهم وكلهم يعني يشد من أزرنا كلنا ومن أزر اللعيبة. فالحمد لله يعني بشكل عام الدنيا شايفها منظمة، وإن شاء الله يكون التوفيق بكرة حلفنا بإذن الله. ملوكة في الملعب اليومين التدريبتين، بتشوف الملعب إزاي؟ نجيل الصناعي كمان الجمهور عايزين نتكلم عليه، جمهورهم يمكن شرس في التشجيع شوية، جمهور الجزائر منتمي بشكل كبير جدا نادي الفاق الصيف، احنا لعبنا في أجواء أكتر من كده، لكن ده يمكن دافع شوية عندهم. شفت إيه في الملعب عامل بيه وإيه اللي لمسته؟ بتشوف كمان نجيل الصناعي إزاي في أرض ملعب نادي الفاق الصيف؟ احنا دربنا على كل حاجة، دربنا على كل المواقف، شايفها حتى على ضربات الجزاء احتياطي لأي حاجة، وده طبيعي في كرة القدم. شايف ان الحمد لله احنا متدربين على الشكل الهجومي ان شاء الله، شايف الروح المعنوية عالية بتاعت الفريق، اللي شايف الحمد لله نعمة من عند ربنا، الجهاز الفني محتوي اللعيبة بشكل طيب. يبقى زي ما انا بقول كده التوفيق في المباراة، وان شاء الله بإذن الله رب العالمين. يمكن انت كنت عمال بتقول نتكلم، انا كنت بحاول اجتهد ان انا ما بتكلمش اللي بعد المباراة، انما يمكن عشان قناة النادي الاهلي وتو سبورت قناة النادي الاهلي، وان جماهير النادي الاهلي عايزة تطمن على البعثة، فيمكن عشان كده بنتكلم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون في خير بكره باذن الله رب العالمين للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. معالي الوزير، لكن عايز اخد منك رساله لكل لاعبتنا على قدر المسؤوليه، ان شاء الله يسعدونا ويسعدوا جمهور النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره جدا فيهم في الجهاز الفني. معالي الوزير عمرو، تقول ايه نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لكل لاعبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه؟ يمكن قلتها في وسط كلامي، احنا عندنا مأمورية، احنا جايين في مأمورية، مأمورية اسعاد جماهير النادي الاهلي التزام كامل، مأمورية ان احنا زي ما قلت نستعيد بطولة افريقيا بشكل قوي جدا. عندنا يمكن حاجات لسه مخلصينها، يمكن تعاقدات مميزة جدا في النادي الاهلي بتؤكد على ان النادي الاهلي قيمة كبيرة جدا، مطلوب نكمل على دوت، لانه تظل هي كرة القدم هي الابتسامة الاولى والاخيرة دايما لجماهير النادي الاهلي. فمباراة بكرة مباراة بالنسبة لنا مهمة جدا، وصل لهم هم الرسالة دي ومتكلمين في الكلام ده، ان بكرة بالنسبة لنا نقطة مميزة، نقطة مهمة، نقطة التركيز فيها مطلوب، عدم إضاعة الفرص مطلوب، ان احنا كلنا نبقى مستوعبين ان وارد ان واحد زميلنا يغلط يبقى منغطيه، ما فيش حد بيبقى بيلعب لنفسه، كل الحالة الجماعية اللي احنا متفقين عليها دايما اللي فيها التيم وورك النادي الاهلي دايما بيبقى عليها، ده اللي مطلوب. وان شاء الله كده باذن الله رب العالمين يكون الخير ان شاء الله بكره ان شاء الله. بس الله يخليك، ميرسي لذوقك ومسي على تعبك.